الله وبركاته. فرشاتي الصغيرة، كيف أصبحتم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم هو الثلاثاء. ما اليوم؟ الثلاثاء. رأيي الثلاثاء 1/12/2020. نحكي بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يا بستان بدنا نتعرف على بيت جديد، بده يزورنا بيت جديد. هذا البيت مش بيت كبير زي بيت الحروف، بيت صغير فيه 3 غرف. اليوم بدنا نتعرف على الحرف اللي بأول غرفة. نفتح الباب نتعرف على أول حرف إيش بهذا البيت. هاي غرفته اسمها، بده يطلع برا الغرفة. هي الحرف اسمه حرف الآ. نفتح ثمنا على الآخر. أول حرف من حروف المد اسمه حرف الآ. هذا الحرف يا بستان يا حلوين بحب كل الحروف وبحب يلعب معاهم كلياتهم، ماشي حبايبي؟ هو أجا علينا علشان يلعب مع كل الحروف اللي أخذناها كلياتها اللي راح أكتبها أنا هلا كمان شوي. أول شيء خلينا نتعرف على حرف المد آ. آ نفتح تمنا على الآخر يا بستان. آ شو اسم الحرف؟ آ آ يا بستان سهل، وحتى كتابته سهلة بيشبه الواحد اللي أخذناه، ماشي؟ خلينا نلونه ألوان حلوة باللون الأخضر زي ما بنكتب الحرف بنلونه، ماشي؟ آ حرف المد. من حروف المد اسمه حرف المد آ. ومنفتح تمنا ومنادي عليه بصوت عالي 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 بأعلى صوت عندك يا بستان، بتنادي على حرف الآ، ماشي؟ هو لأنه بحب يلعب مع الحروف ودائما بحب ينادي على الحروف كمان، بنادي عليهم بصوت عالي. اسم الحرف المد آ. آ ماشي حبايبي؟ ماشي أبطالي؟ هيك بنكون لونا حرف المد. نوقف عن نقطة وننزل خط لتحت، نوقف عن نقطة وننزل خط لتحت. شو اسمه حرف المد؟ أول حرف من حروف المد اللي فتحنا الباب وعرفناه هو حرف الآ. نفتح تمنا وننادي عليه بصوت عالي عالي، ماشي أبطالي؟ طيب أول حرف يا مستعان، أي حرف الآ هون؟ هيا ماشي؟ أول حرف أخذناه من الحروف إحنا حرف الإب. بعدين يا بستان حرف المد آ دائما بيمسك وبيلعب بالحروف اللي إيدها مكسورة، بالحروف الصغيرة، ماشي حبايبي؟ مش بالشكل الكبير، بالحروف الصغيرة. هاي حرف الإب. إم إب إس إت L R N. هاي الحروف اللي أخذناها. N H H. مبارك أخذ أول مبارك أسبوع يوم الأحد أخذنا حرف ال S اللي بيشبه حرف ال R والفقير نقطة. هاي الحروف يا مستان كلياتها ملانة وبدها تلعب مع حرف المد A. هي حرف المد آ واقف بعيد وصارت الحروف تنادي عليه علشان تلعب معها. خلينا نشوف يا حلوين حرف الإب. نادى على حرف الآ، حكى له تعالي حرف الآ. خلينا نلعب أنا وياك مع بعض. أجى حرف المد آ ومسك بإيده لحرف الإب وطلع لفوق. صارت با با. شايفين كيف نادي عليها بصوت عالي؟ إب آ با. إب آ با يا بستان، هاي صار اسمها مقطع. شو صار اسمها؟ مقطع. لما حروف المد تلعب مع باقي الحروف بتكون مقطع. شو بتكون؟ مقطع. رأيي الحرف لحاله اسمه حرف، المقطع حرف مع حروف المد بيصير مقطع اسمه. إب آ با. شايفين كيف فتحت تمي وناديت عليه بصوت عالي؟ يلا نعدوا معي. با رائعين.
حرف الام صديق ياي نيالك بحرف الام نحب نسمع حرف المد حرف المد حتى نطق عادي مش مشكله انا بدي العب مع كل الحروف لا تزعل مني حرف الام اجا حرف المد ومسك بايد حرف الام وطلع ايده لفوق وصار يلعبوا مع بعض ام مد حرف المد آ مع المقاطع مع الحروف اللي اخذناها با
عيني عليك وانا سامع صوتكم وانتم تعيدون وراي. المقاطع وأدربكم على كتابة المقاطع، ماشي حبايبي؟ يلا باي.